لمزيد من التفاصيل حول مؤتمر سوتشي ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي السوري محمد فتوح من لندن. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. أستاذ محمد، يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي إن الظروف مواتية لفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا. ما مدى إمكانية تحقيق ذلك في مؤتمر تأخر انطلاقه أكثر من ساعة؟ يعني في الواقع أن روسيا تحاول أن تقول أنها بهذا المؤتمر نجحت أن تعيد يعني احياء المفاوضات السوريه وانها تتقدم خطوه الى الامام بدلا من مسارات جنيف، لكن في حقيقه الامر هذا المؤتمر كان حمله علاقات عامه فاشله بالنسبه حتى لروسيا. مقاطعه اطراف رئيسيه في المعارضه السوريه لهذا المؤتمر يثير شكوك حول جدواه. راينا العشرات من المعارضين المقدمين من تركيا رفضوا الخروج من المطار لحضور المؤتمر بسبب عدم نظام السكة وذكرتم، وانتظروا الطائرة تعيدهم إلى تركيا، ثم يتولى الجانب التركي تمثيلهم داخل المؤتمر، ثم يتحدثون عن وفدين للمعارضة والنظام. لا أعرف من يمثل المعارضة، ربما هناك بعض الأشخاص، حتى قدري جميل هو جزء من هيئة المفاوضات العليا، والهيئة أعلنت مقاطعتها المؤتمر ثم ذهب للمشاركة بصفته شخصية، وبالتالي هناك شكوك في طريقة التمثيل. وهناك يعني هذا السياق، يعني أستاذ محمد، إلى أي مدى يعبر المشاركين اليوم، إلى أي مدى هم يعبرون عن السوريين، خاصة إذا ما أسفر هذا المؤتمر عن قرارات مصيرية تتعلق بتأسيس لجنة دستورية تتولى كتابة الدستور في سوريا؟ هذه الإشكالية، يعني في أي ظرف سيتم كتابة الدستور والحديث عن إعادة تعديل، يعني حديث يدور حول تعديل الدستور، بمعنى ربما الاستناد إلى الدستور الذي وضعه النظام السوري عام 2012. هناك شكوك في قدرة الحضور على القيام بمثل هذه المهمة. رأينا أن هناك يعني من ألف، يقولون الحضور حوالي 1500 شخص. رأينا يعني من الممثلين والفنانين و بعض زعماء ميليشيات طائفية مثل معراج أورال وغيرهم، هؤلاء سيكتبون الدستور. هناك شكوك كبيرة في الواقع حول جدوى، ليس يعني المشكلة ليست في عقد مؤتمرات أو مفاوضات، وإنما الإشكالية هي في طريقة إدارة هذه المؤتمرات ووضع مخرجات حقيقية. حتى جدوى المؤتمر في الواقع أثار السخرية، رأينا أنه الجلسات لا تستغرق اكثر من حوالي 7 ساعات، بينما حفل الفطور والعشاء والغداء يستغرق تقريبا يعني مساحه مماثله من الوقت، وبالتالي مؤتمر هدفه يعقد على يوم واحد في هذا الحدود بهذا الحضور الكبير. في الواقع هي يعني ليست اشاره جاده على ان هناك مفاوضات حقيقيه. يفترض انه المؤتمر يكون له صفة، تحضر أطراف لها صفة تمثيلية وليس أطراف فقط لزيادة العدد، بالتالي الإشكالية مرة أخرى ليست في عقد مؤتمرات أو مفاوضات، وإنما في نوعية الحضور وطريقة التمثيل. بالمقابل، ماذا تمتلك المعارضة السورية الآن بعد مقاطعتها لسوتشي؟ وهل برأيكم كان قرار التغيب قرارا صحيحا أو صائبا؟ يعني هي وجهة نظر، ربما هناك كانت بسبب الشكوك حول أول جدوى المؤتمر، والثانية هناك شكوى من عدم الحصول على ضمانات في شأن وقف القصف على إدلب والغوطة الشرقية، وبالتالي إدخال المساعدات، وأن هناك ضمانات ل يعني تنفيذ ما اتفق عليه سابقا، رغم أن تركيا كفلت أو تكفلت بأنها تضمن هذه الاتفاقات، لكن في الواقع أن هناك شكوك حول حتى يعني حول قدرة الضامنين على فرض ما يتم انجازه او الاتفاق عليه، وبالتالي يعني كانت هناك رؤيه بانه دون وجود ضمانات حقيقيه للمشاركه نوع من العبث واعضاء شرعيه لمثل هذه المؤتمرات. لكن بشكل عام يعني لا يعني الحل السياسي ربما هو في نهايه المطاف سيكون هو سيد الموقف، لا يمكن الانتهاء من هذه المشكله او هذه القضيه بدون حل سياسي، لكن اسس الحل السياسي لم تتوفر حتى الان. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي السوري محمد فتوح، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.